حياكم الله مشاهدينا من جديد، يا مرحبا بكم ويانا. ما زلنا مستمرين معاكم في فقراتنا المميزة. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من آلام في الركبة للاتجاه لجراحات تغيير المفاصل الذي يتم فيها استبدال الغضاريف المتأكلة بسبب الخشونة وتركيب غضاريف صناعية جديدة وناعمة لتحل محلها في المفصل، وبعد الجراحة يتمتع المريض بمفصل ناعم ليس فيه احتكاك. ومع تطور الطب أصبح المريض حاليا قادرا على الحركة والمشي وتحريك المفصل. مشاهدين، نتعرف أكثر عن هذا العلاج من خلال استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور سميح طرابيشي. صباحك خير دكتور، حياك الله ويانا. صباح النور. صباح الخير دكتور، يعطيك العافية. الله يسلمك يا رب. حياك الله دكتور. في البداية يعني لو نتكلم عن الركبة ومشاكل الركبة، في كثير من الأشخاص يعانون من مشاكل في الركبة يضطرون إلى العمليات الجراحية، بأنهم يجرون مثل هذه العمليات. في البداية، هل هذه العملية تعتبر من العمليات المعقدة ولا هي لا؟ يعني هي فنيا معقدة. بعبارة ثانية، التقنية دفعت بهذه الجراحة إلى يعني إلى مستوى جديد، لأنه أنت خاصة بدك تفكر أنه بالنهاية عملية المفصل الصناعي هي مثل ما تفضلتي أنه أنا عم أعمل مثل ريسيرفيسينج، عم عيد تغطية العظم بسطح جديد ناعم. فهذه التغطية لازم تكون متوافقة مع سطح العظم، متوافقة مع الحركة. يعني هذا مفصل، أي خلل فيه ولو كان ما في ألم المريض بيلاحظه بالحركة، لأنه هذه حركة ميكانيكية معقدة. فهي حقيقة صارت معقدة، يعني مو صعبة لكن معقدة، تحتاج درجة من التكنولوجيا، درجة من الدقة. ما كانت بالأصل في بداية الجراحات ما كانت حقيقة موجودة، الآن صارت موجودة ومطلوبة. جميل دكتور، متى يمكن اللجوء لإجراح هذه العملية وتبديل المفاصل أو المفصل؟ يعني بداية عملية تبديل المفاصل هي آخر الطريق. بعبارة تانية، يعني مو كل إنسان عنده آلام يظن أنه والله بده مفصل صناعي، لا. يعني معظم الناس بيتعالجوا بشكل محافظ، بشكل علاج طبيعي، أدوية، خاصة إذا كانت المراحل في البداية. هذه العملية للحالات المتقدمة لما بيصير في خراب كامل في المفصل. فلما بيصير خراب كامل في المفصل بيصير لابد من مشان يتحرك المفصل بشكل طبيعي بدون ألم، لابد من إجراء الجراحة. هذه العملية صارت من العمليات الشائعة جدا، بيقدروا بأمريكا سنويا بيصير 1,000,000 عملية، ما شاء الله، وبأوروبا حوالي 2,000,000 سنويا. فأنت قدام عملية أحدثت نقلة بحياة الإنسان، خاصة إنسان كبير السن. في البداية كنا نسمع في مجتمعاتنا من الأصل، يعني أنا كنت أسمع من أهلي، أنه كان يكون في كتير عندك واحد ناس كبار في السن يبركوا ويطيحوا وما في حل، وكنا يعني كان هذا الوضع المقبول. هذا في هذه الأيام أصبح هذا الخيار يعني ما هو مقبول، باعتبار أنه أنت عندك طريقة. أنت المريض لما بيبرك وما بيمشي أو بيطيح وما يمشي، يلي بيحصل أنه حتى تغيرات ثانوية في جسمه بتصير، يعني السكر بيزيد، الضغط بيزيد، يعني حتى صحته العامة بتدهور. فحقيقة هي صارت من الجراحات الشائعة والمطلوبة في مجتمعاتنا، دخلت نسبيا حديثة لكن كمان أخذت دور حاليا قوي أو متقدم. نعم دائما دكتور، مع التطور الطبي اللي نحن نشوفه اليوم والتقنيات الحديثة اليوم ساهمت في تسريع العلاج، إذا بنقارن شوي بين الطريقة التقليدية لعلاج مفصل الركبة وبين اليوم وهذا التطور وهذه التقنيات اللي وظفها المجال الطبي في هذا المجال بالتحديد الركبة. حقيقة يعني أنا مع أنه هذا بجوز تكشف أنه قديش عمري، حقيقة أنه بلشت بالأورتوبيديا خلينا نقول من فترة طويلة. كانت الجراحة يعني تأخذ مبدأ أنه one size fits all، يعني قياس أو قياسين ولازم يمشي على كل الناس. مع التطور صار في نوع من الخاصية للمريض، أنه أنت عم تتعامل مع مفصل معقد الحركة، له خصوصياته كمفصل كحركة كميكانيكية. فاتجهت جراحة المفاصل الصناعية لمحاولة تماما تقليد السطح الطبيعي 100%. يعني أنا إذا في تشبيه بشبهها دائما للمريض بقول له إذا أنت
طبيب الأسنان حط لك حشوة طالعة شوي ما حترتاح، نازل شوي ما حترتاح. نازل شيء الركبة حقيقة، لأنه عملية الركبة هي ريسيرفسنج، إعادة تغطية. فإذا كانت هذه التغطية مو بالشكل الطبيعي 100% المريض حيشعر، حيشعر سواء بألم أو بعدم راحة، أنه هو مو بقادر في طريقة الحركة يتحرك. ففي البداية يعني إذا بدك تشبهيها مثل السيارات، يعني لما بلش فورد يعمل سيارة كان في سيارة واحدة اسمها تي كار، كان لونها أسود وإلى موديل واحد، واليوم في عندك سيارات نفس الشيء صار بالمفاصل الصناعية. أنت عندك التشوهات غير متشابهة، البشر نفسه مو متشابهة، يعني التشريح البشري تبع الإنسان مثلا الآسيوي غير الأوروبي وحاجياته. فصارت في محاولة لأنه نعطي خلينا نسميها خصوصية لكل مريض. يعني هلأ حتى صار في بجراحة مفاصل شيء نحن نسميه patient specific instrumentation، يعني أنه حاجات بنعمل الموديل على الكمبيوتر، نعمله فيرتشوال وبعدين بنسويه على ففي الحركه الى الان صارت انه انا بدي اعطي شيء مطابق قدر المستطاع للتشريح الطبيعي مثل طبيب الاسنان ما بيسوي بالطبع. لانه والمريض ولو ما تالم بحس حيشعر عش انا مش مرتاح، هذه مش الحركه الطبيعيه يلي المفصل عم يجيبها. فالتقنيه بقى انت حتى تتحرك هذا يلي واكبها ايضا تقدم تكنولوجي بشغلات المعلوماتيه وبشغلات الكمبيوتر والام ار اي، صار باستطاعتنا فعلا انه نعرف نعطي هالمريض خلينا نسميه خصوصيته صحيح، بشكل انه نعطيه الشيء وفقا لاحتياجاته، يعني احتياجاته تماما صحيح. دكتور في فكره سائده ان الانسان يوم يخسر كيلو من وزنه يعادل، او معلومه كيلو من وزنه يعادل 5 كيلو ضغط على المفاصل في الجسم الانسان، هل هذا صحيح؟ والله نتكلم كذلك حتى عن تاثير اليوم الوزن وعمليه الضغط على المفاصل وخصوصا المفصل، يعني مفصل الركبه. والله للأسف كلامك صحيح، يعني بعبارة تانية السبب زيادة الخشونة في الركب سواء في أوروبا وأمريكا وسواء للأسف هنا في الشرق الأوسط هي موضوع زيادة الوزن. لأنه أنت بدك تفكر بالخشونة مش كمرض، هي زيادة استهلاك. يعني الجسم ممكن أنه يجدد الجلد، أنت اليوم إذا شلت شقفة جلد جسمي بشكل جلد، لكن الغضاريف خلايا الأعصاب الجسم ما بيرجع بشكلها. فالشيء اللي بيلد معك بيستمر معك مفروض طول حياتك. نعم. إذا استهلكته بشكل أسرع معناتها حتحتاج مفصل صناعي. نعم. أحد الـ يعني العمود الحقيقة هنا في منطقتنا هو الوزن، كلامك صحيح. الوزن هو السبب الأول بالنسبة لزيادة الخشونة، لأنه هي استهلاك، بتزيد الاستهلاك. بيزيد الضغط على المفصل فبيزيد الاستهلاك. نعم، كثير نسمع دكتور في الأشخاص في سن مبكرة إذا يكون العلاج أسرع، يكون العلاج بعيد عن العمليات الجراحية العلاج الطبيعي، لكن إذا تقدم الشخص في العمر يعني حتى العلاج الطبيعي يمكن ما يفيده. صحيح. فلنا نتكلم عن الأسباب شوي. يعني هو مبدئيا حقيقة هي مثل انه الواحد ما ينكر الشغلات، يعني اذا انت في عندك مشكلة في ركبتك شاعر انه في مشكلة فعلا نرجع على الاقل راجع طبيب فهم شو القصة، شوف شو القضية، لانه هذه احيانا فيها نوع من الوقاية لك. يعني ممكن في البداية احيانا انه اذا كان في اسباب تؤدي الى زيادة الخشونة ممكن الواحد يتجنبها. صحيح. يعني شنو؟ فحقيقة هذا كلام صحيح، إنه أنا إذا عندي آلام لا أتجاهلها، لأنه في البداية ممكن حقيقة إنه يكون يعني مثلاً تمزق الغضاريف صار اليوم من خيطه. نعم. يعني بدل ما كنا بشكل طبيعي دائماً كانوا يشلوه بالمنظار، هلأ صار في تقنية إنه والله إحنا نخيطه. بس أنت إذا أجيت مثلاً بعد الإصابة تبعك بسنوات هذا الظروف ما حيتخيط. نعم. يعني صار متهالك بشكل أنه ما عاد يقدر بإيده جراحته. فهو الحقيقة الأصل أنه الإنسان يحاول على الأقل يعرف شو معه ويحاول يتفادى ما أمكن من أنه يصل للنهاية لموضوع المفصل الصناعي أو جراحة المفصل الصناعي. نعم جميل. دكتور يعني أظني أنت يبتلنا شوية مجسمات نوضح للسادة المشاهدين عملية الغضروف كيف تكون، وكذلك
الروابط هذه ما بين العظام يعني كيف خلال العملية يعني هو حقيقة بس بدنا يعني هي اللي يعني المفصل الطبيعي أنت إذا حتى أخذت مفصل خروف بتلاقي إنه مفصل العظم مغطى بغضروف حاجة يعني بتمنع العظم من الاحتكاك مع بعضه في المفصل المتآكل مثل ما لك شايف الغضاريف بتكون راحت فبعبارة تانية هذه الطبقة المطاطية أو إذا بدك تسميها الربر يعني اللي كانت عم تشكل شك أبزورب انتهت فبيصير العظم بيحتك ببعضه شكل السطح العظم بيتغير بس الفكرة الأساسية اللي حكيناها قبل أنه أنا لما عم أساوي العملية أنا ما عم شيل العظم الناس بتظن أنه أنا عم شيل المفصل كلياته أنا بحافظ على ربطة نفسها أنا كل اللي بعمله أنه بعمل إذا بدك تسميه ريسيرفسينج يعني إعادة تغطية أنه هذا السطح الخشن هذا اللي عندي أنا بس العظم ما يحتك في بعض ما يحتك حطيت حاجة وبيناتهم حطيت طبقة بولي أثلين مثل تعمل مثل امتصاص وما بتخلي العظم يحتك مع بعضه جميل يعني دكتور بعد إجراء مثل هذه العمليات نبغى نعرف نسبة نجاح هذه العملية والآثار الجانبية اللي ممكن يحس فيها المريض الأثر الطبيعية نسبة يعني. نجاح العملية عالي 98% ما شاء الله خاصة إذا أجرت مركز مختص يعني هلأ حاليا في أمريكا صار في مراكز وأوروبا في أحيانا إن بيكون مشافي بس بتتعامل بهذا الموضوع والسبب لوجود هذه المراكز إنه أنت المشافي العامة أحيانا ما بيطلع بإيدها إنه تجيب كل الحاجيات المتعلقة بجراحة المفصل يعني نحن عندنا مثلا في المستشفى عندي جراحة اختصاصية فقط للمفاصل الصناعية فلذلك الحمد لله اليوم أكثر من 60% من مرضانا هنا مرضى بيجوا من خارج الإمارات يعني بيجوا سياحة طبية مشان يسووا العملية بعبارة تانية أنت لما بيكون عندك مستشفى مركزة على موضوع معين مو بس الجراح بيصير حتى الجوانب الثانية العلاج الطبيعي الممرضات غرفة العمليات حتى الاستعداد التقني إذا بدك تسميه يعني بالأجهزة بتنوع المفاصل ومتخصص في هذا في هذا المفصل يعني مثل ما ذكرت لك في البداية كان one size fits all يعني اليوم أنا عندي المجموعة كبيرة جدا من الخيارات اللي ممكن أقدمها للمريض عندي وكل واحد كل مريض بتلاقي له نوع معين يعني بيعتمد على الأربطة تبعه بيعتمد على حسب تماما بيعتمد على شدة المرض يعني ما عاد الموضوع بسهولة انه والله كله بنحط له نفس الشيء هذا كلام مش صحيح يعني هذا الشيء لا يطبق خصوصا في المجال الطبي اليوم صار في مراعاة لتركيبة جسم المريض كل إنسان يختلف عن الآخر وأتوقع حتى التطور يعني أتوقع دكتور ممكن بعد كم سنة نشهد هذه المفاصل هذه مصنوعة من طابعات ثلاثية الأبعاد اليوم نشوف حتى كثير الطابعات ثلاثية الأبعاد قامت تقتحم المجال الطبي أنت عم تحكي على شغلة صارت موجودة سبحان الله فبس هي صارت بشكل ضيق موجودة بس تطبيقاتها بلشت يعني موجودة وصار فعلا عن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد أنه بلشت الآن ينطبع يعني السطوح المناسبة لأنه أنت عم تعمل ريسيرفسينج لشيء يناسب المريض دكتور سميح نحن شاكرين لك تواجدك معنا اليوم يعطيك الصحة والعافية شكرا لك الله يسلمك إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى لاستشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور سميح طرابيشي على هذه المعلومات القيمة والمفيدة مستمرين معاكم مشاهدينا لكن بعد هذا الفاصل قصير تريونا